السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا اليوم عنا شاشة في لبس، فيها ازدواج بالصورة مثل ما لكم شايفين، وبيطلع خطوط في العرض اذا ملاحظين. طبعا نوع الشاشة في لبس، ملاحظين هيك على الخطوط في العرض، عم بيروحوا بيجوا بيروحوا بيجوا، ومع ازدواج بالصورة شي بتصفى شي بترجع بصير ازدواج. طبعا الشاشة نوع فيليبس. هاي هون عنا كارت السيستم، هاي هون عنا كارت التغذية، هاي هون عنا كارت التيكون. طبعا بدنا نجرب نعزل فيها ونخبركم بالفيديو التاني، تمام؟ تابعوا معنا أصدقائي، أخوكم أبو منير. طبعا هاي الشاشة جاهزة، تمام شباب؟ هاي رح نصفي الصورة، لا تم مخطوط بالعرض ولا تم أي شي. طبعا عن طريق العزل أصدقائي، عن طريق عزل الفلاتات. قبل شوي كان مثل ما لكم شايفين بيعطي خطوط وبتروح بتجي وبصير ازدواج على شريط الاخباري وخطوط في العرض، تمام. طبعا بطول الفيديو منشان يبين معكم افضل. يعني متوين وقت كان الفيديو يطول هيك يصير يعطي في الصورة مشاكل وهيك. طبعا هاي كارت التيكون، وهون مطرح ما عزلنا أصدقائي، شايفين عزلنا هالخطوط من هون. ايه والأمور تمام. واهلا وسهلا بالشباب، اخوكم ابو منير. طبعا حبينا للافاده مشان الناس تستفيد. طبعا اللي بيستفيد اكثر الشيء الفني اللي بيشتغل بالصيانه وبالتصليح والامور. واهلا وسهلا بالشباب، حبينا اليوم نشرح عن شاشه في لبس، تمام، فيها ازدواج بالصوره. ايه وتم عزل الخطوط واشتغلت تمام. واخوكم ابو منير، اهلا وسهلا بالشباب.